النهارده طبعا احنا النهارده مباراه النحت تعليمات جامعه 90. طبعا احنا اول ناس عملناها هنا وكان طبعا اول مره حصلت كان من 3 سنين ودي تاني مره. النهارده تاني مره يعني حوالي 3 سنين دي كانت مسابقه ما بين شباب الكليه بس او الجامعه بس، ما كانش في حد لسه اشترك معانا من جامعات اخرى او من محافظات اخرى. فالنهارده مشترك معانا من جامعه المنوفيه، برضه هي ما تعتبرش مسابقه زي يوم تفاعلي كده، احنا قاعدين بنتعرف على بعض ونشتغل مع بعض. انا حابه التجربه لان فعلا التجربه رائده، التعاون ما بين كليه تربيه نوعيه جامعه المنوفيه وكليه تربيه نوعيه جامعه بورسعيد، قسمين التربيه الفنيه فيهم مواد النحت الفني استغلال البيئه الساحليه بورسعيد. التجربه انا بعتبرها تجربه ناجحه بنسبه كبيره، طبعا شهادتي مجروحه في زمايلي، شهادتي مجروحه في جامعتي اللي هي تعمل بروتوكول زي ده، لكن للامانه المهرجان الحمد لله ناجح، الطلبه مستمتعين، النتائج الايجابيه عاليه جدا شايفينها وملموسه، واعتقد حضراتكم لما شفتوهم وشفتوا الطاقه الايجابيه اللي عند الشباب، خروج بره قاعه المحاضره بره نطاق اسوار الجامعه وخروج بره للبيئه، طبعا ده انا بعتبرها حاجه من النجاحات اللي كنا بنتمناها واتحققت.